أعلنت حكومة فيكتوريا المزيد من تخفيف القيود من الساعة 6:00 مساء الجمعة 26 مارس 2021. لن تكون هناك حاجة لكمامة الوجه في مراكز التسوق ومحلات البيع الكبرى مثل كولز، بانينغز، جي بي هاي فاي إلى آخره، ولكن سيحتاج سكان فيكتوريا إلى حملها معهم طوال الوقت. لا يزال يتعين ارتداء كمامة الوجه في وسائل النقل العام وفي مركبات النقل وسيارات الأجرة وفي المستشفيات ومرافق رعاية المسنين والمطارات. سيزداد عدد الأشخاص المسموح بهم في المنازل بمقدار 100 شخص، بينما سترتفع التجمعات الخارجية في الأماكن العامة بما في ذلك الشاطئ والمنتزهات إلى 200 شخص. سيتم تطبيق حدود الكثافة في الأماكن، ولكنها ستنتقل من شخص واحد كل 4 أمتار مربعة إلى شخص واحد كل 2 متر مربعين، بما يتماشى مع المقاهي والمطاعم. يمكن أن تضم الأماكن عددا أكبر من الأشخاص في مساحتها التي تبلغ شخصا واحد لكل 2 متر مربعين. ستتم إزالة السعة البالغة 75% في المكاتب الخاصة والعامة. يمكن لجميع العاملين في المكاتب الآن العودة إلى أماكن عملهم، ولكن ستحتاج جميع أماكن العمل إلى ضمان قدرة الأفراد على العمل في بيئة آمنة من فيروس كورونا.